الزوايا الربعية. في المستوى الإحداثي XY خلينا نرسم زاوية في الوضع القياسي، يعني رأسها عند نقطة الأصل 0 0 وضلعها الابتدائي عند محور X الموجب. لو كان الضلع النهائي على محور X أو محور Y نسميها زاوية ربعية، وليها احتمالات. الاحتمال الأول إن الضلع النهائي يكون على محور X الموجب. لو حطينا نقطة على الضلع النهائي، النقطة هذه إحداث الإكس حقها نفرضه بآر، يعني هذه المسافة آر، إحداث واي حيكون 0. يصير النقطة دي إحداثياتها آر وصفر. طب هذه الزاوية قياسها كم؟ قياسها 0 درجة، اللي هي برضو 0 راديان. ولو لفينا لفة كاملة يعني 360 درجة حنرجع لنفس النقطة، صار برضو هذا القياس حيكون 360 درجة، اللي هي بالقياس الدائري 2π راديان. طيب هذا لو كان الضلع النهائي على محور X الموجب. خلينا نشوف الحالة الثانية، لو كان عند المستوى الإحداثي ورأس الزاوية على نقطة الأصل والضلع الابتدائي على محور X الموجب، والضلع النهائي كان على محور Y الموجب، يعني قياس الزاوية 90 درجة، اللي هو بالقياس الدائري باي على 2 راديان. فلو كان عندي نقطة على الضلع النهائي، إحداث النقطة دي إيش حيكون؟ شوف الإكس حيكون إحداثيها بصفر، والواي حنفرض إنه هذا الطول آر، يصير إحداث الواي بآر، يصير إحداث النقطة هذه 0 وآر. والحالة الثالثة، لو كان عندي الزاوية في الوضع القياسي والضلع النهائي على محور X السالب، يعني قياس الزاوية كان 180 درجة، اللي هي باي راديان. صار لو كان عندي نقطة على الضلع النهائي، إحداث الإكس لها حيكون سالب R، لأنها ناحية الإكس السالب، وإحداث الواي حيكون بصفر. وآخر حالة عندي، لو كان عندي المستوى الإحداثي والزاوية في الوضع القياسي قياس الزاوية 270 درجة، اللي هو 3π/2 راديان بالقياس الدائري، يعني هذا حيكون الضلع النهائي. ولو فرضنا عليه هذه النقطة، إحداث هذه النقطة حيكون الإكس بصفر، وإحداث الواي حيكون سالب R، لأننا ناحية الواي السالب. يصير عندي في الزاوية الربعية الضلع النهائي ممكن يكون على محور X الموجب أو محور X السالب، أو يكون على محور Y الموجب أو على محور Y السالب. فهذا السؤال يقول: إذا كان ضلع الانتهاء للزاوية الثيتا المرسومة في الوضع القياسي يمر بالنقطة 0 و6، فأوجد قيم الدوال المثلثية الست. شوف، لما نقول وضع قياسي يعني رأسها على نقطة الأصل والضلع الابتدائي على محور X الموجب، بعدين قال لي ضلع الانتهاء يمر بالنقطة 0 و6، إحداث الإكس يعني بصفر والواي بستة، يعني النقطة حتكون هنا. هذا الضلع الانتهائي ينطبق على محور واي الموجب، صار الزاوية حيكون قياسها 90 درجة أو باي على 2 راديان. هنا لازم ننتبه، هذه النقطة هي حتكون إكس واي، واللي هي 0 وآر، يعني نقدر نقول إنه إكس هنا بصفر وواي بستة، وآر نقدر نجيبها بالقانون الجذر التربيعي الإكس تربيع زائد واي تربيع. لو طبقت القانون حتحصل على الآر، بس هنا لأنه الإكس بصفر صار نقدر على طول نقول إنه الآر بستة، اللي هي نفسها الواي. طيب الآن نجيب الدوال المثلثية. ساين الثيتا حيكون ساين للتسعين درجة، واللي هو واي على آر. نعوض واي اللي هي 6 على آر اللي هي 6 برضو، يصير الساين ثيتا بواحد. هذه ثابتة، لازم تكون حافظها، لو تكررت معك بعد كده على طول تعرف إنه ساين الزاوية 90 درجة بواحد. طيب، وبعد كده خلينا نجيب كوساين للثيتا، اللي هو كوساين للزاوية 90 درجة. من القانون الكوساين هو إكس على آر، الإكس هنا بصفر والآر بستة، يعني إنه كوساين 90 درجة بصفر. برضو هذه لازم تكون حافظة،
لو تكررت معنا بعد كده كوساين 90 درجة بصفر. طيب نجيب التان، التان للثيتا حيساوي، الثيتا هنا بتسعين درجة، يصير تان للتسعين حيساوي، قانون يقول واي على اكس، الواي بستة والاكس بصفر، المقام بصفر، يصير هذه القيمة غير معرفة، يصير تان الزاوية تسعين غير معرفة. طب الآن خلينا نوجد دوال المقلوب. مقلوب الساين اللي هو كوسك للثيتا يعني كوسك للتسعين درجة هيساوي مقلوب الساين، الساين هنا بواحد يصير الكوسك برضو بواحد. يجي مقلوب الكوساين، مقلوب الكوساين هو سك للثيتا اللي هو سك للتسعين هيساوي نقلب الكوساين يصير ستة على صفر، مقام في صفر يصير القيمة غير معرفة، إذا سك التسعين غير معرفة. جيب مقلوب التان، كوتان للثيتا يعني كوتان للزاوية تسعين، نقلب التان كانت ستة على صفر حتصير صفر على ستة يعني صفر، صار كوتان الزاوية تسعين بصفر. فالسؤال يقول إذا كان ضلع الانتهاء للزاوية ثيتا المرسومة في الوضع القياسي يمر بالنقطة سالب اثنين وصفر، يعني لو رسمناها في المستوى الإحداثي رأس الزاوية حيكون على نقطة الأصل، والضلع الابتدائي على محور إكس الموجب، ضلع الانتهائي حيمر بالنقطة سالب اثنين وصفر، يعني الإكس بسالب اثنين والواي بصفر، يعني حتكون على الإكس بالسالب، صار هذه النقطة سالب اثنين وصفر. صارت عندي هذه الزاوية 180 درجة اللي هي باي راديان. طب إيش نقدر ناخد منها؟ نقدر ناخد النقطة هذه حتكون سالب R وصفر اللي هي برضو X و Y. طب خلينا نحط المعطيات، الX سالب 2 الY بصفر والR أقدر أجيبها من القانون الجذر التربيعي، X تربيع زائد Y تربيع، لو عوض حصل إنه الR بإثنين. خلينا نجيب الدوال المثلثية الآن، ساين الثيتا للمية وتمانين حتكون حسب القانون y على r، الواي هنا بصفر والr باثنين يعني الناتج صفر، يعني ساين المية وثمانين بصفر، منها أقدر أجيب المقلوب كوسك المية وثمانين حتساوي المقلوب يعني r على y، نعوض حيكون اثنين على صفر، مقام بصفر يصير القيمة غير معرفة، يصير كوسك حتكون غير معرفة. طيب نجيب الكوساين للمية وثمانين تساوي x على r، نعوض x اللي هي سالب 2 على r اللي هي 2 يعني حتكون سالب 1، نجيب المقلوب sec ل 180 اللي هي r على x يعني حتكون 2 على سالب 2 اللي هي سالب 1، واخر شيء نجيب التان لل 180 حتساوي y على x، الواي بصفر والx سالب 2 يعني حتساوي صفر، يعني التان للمية وثمانين درجة تساوي صفر، منها نجيب المقلوب اللي هو كوتان للمية وثمانين حتساوي إكس على واي يعني سالب اثنين على صفر، المقام بصفر يصير القيمة غير معرفة، يعني نقدر نستنتج إن الكوتان للمية وثمانين غير معرفة. شوف هذه القيم للزاوية مية وثمانين درجة اللي هي من الزوايا الشهيرة اللي لازم نكون عارفينها دائماً.